الصوت الرائع الفنان الجميل الأستاذ محمد الحلو، يعني عنده وعكة صحية كده، والمفروض ان هو هيعمل عملية مهمة وصعبة، عملية جراحية لتركيب دعامات وإزالة انسداد للشرايين في القدمين، شرايين انسداد وصل لنسبة 80%. بنقول له الأول الحمد لله على السلامة وألف سلامة عليك، وعايزين نطمن عليك الفنان الكبير أستاذ محمد الحلو. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذة، يعني ألف سلامة الأول عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي وصل الموضوع لكده وعمليه وحاجات؟ يعني كان الواحد يعني كان عندنا حاجه في الرابعه والخامسه في العمود الفقري، فكنا شغالين عليها وعلاج طبيعي وكده، وبعدين ابتدى يدخل بقى اسمه السكر التراكمي. عرفته يعني بالصدفه كده لما عملت تحاليل وحاجات كده، فابتدينا نتعامل معاه شويه، والرجلين بتورم وبتاع، وانا ما بقتش اقدر امشي بجد، مش قادر. وبعدين دكتور بقى صاحبي كده حبيبي يعني اسمه الدكتور محمود عبد الظاهر، قال لي اعمل لي شرايين دوبلكس على الشرايين. عملناه، اكتشفنا الحكايه الحمد لله، وانا دلوقتي قاعد في مستشفى عين شمس تخصصي، وقاعدين ياخدوا مني بقى عينات وكده، وتعالوا الحقوني بقى. ألف سلامة عليك. لا يعني أولا يعني فكده هيبقى فيه عملية، هيبقى فيه تدخل جراحي ولا إيه يا أستاذ محمد؟ أي الصبح إن شاء الله بكرة. يعني أنا كمان شوية دلوقتي، هم خدوا حاجات كتير، هياخدوا بقى حاجة اسمها الصبغة. أشعة بالصبغة. أيوه أشعة بالصبغة. وبكرة بقى وصوم بقى كام ساعة، وإن شاء الله بكرة نعمل العملية بإذن الله.